آخر الناس لبعضها ويحنن الناس على بعضها، ورانا تعبين بالحق. كي نقول أنا عايشة في عالم باللي نقوم للي نركض، وأنا نسمع في نداء في نداءات، مادام راني نستحق دواء، مادام نستحق باش نعمل سكانير، مادام نستحق باش نعمل كذا، الأخرى تحرقت تلزمها درا شنو، الأخرى دارها تقطر، الأخرى عندها يتامى مش عارفين. حتى أبسط حاجة نقول مصاب ربي يفتح خيره، والناس تعاون بعضها وما يقعد حتى حد محتاج، وننجموا راهو النجم. عندي برشا احلام، كان نلقى راني عندي مخزن معبي بالماكله، فما حتى واحد يدق الباب نقول له ما عنديش زيت، ولا ما عنديش طماطم، ولا ما عنديش مكرونه. ماذا بيا ما حتى حد ما يقول لي ولدي باش يقرا، ما عنديش كراسه، ما عنديش كتاب. ماذا بيا كل واحد يقول لي راني نستحق كروسه، عندي امي معاقه، نقول له هاي الكروسه. اللي يطلبني في فرش، ماذا بيا نقول له عندي فرش. ماذا بيا كلمه ما عنديش، ماذا بيا ما نقولهاش. ويمكن من طموحي والا من طلب الرب هذا ينطلب، خاطر هو لولا ربي سخرنا ما كانش يتم حتى شيء، انه تكون عندنا في تينجا مخزن كبير فيه كل شيء، كما ما غارت علي بابا كل شيء. تستحق جريه تلقى، تستحق كرسي تلقى، تستحق نكاية تلقى، تستحق ماكله تلقى، تستحق لبسه تلقى، تستحق دواء تلقى، تستحق كل شيء تلقى. وهذا مش سعيد، على خاطر حتى بالعوامل اللي تعدوا توا محسوب 4 سنين، هي بدات من الكوفيد، راهو النشاط هذايا.